بالنسبة لي المبادرة اللي قدم عليها بنك المغرب فيما يخص بمسألة التحويلات البنكية اللي كتميز بنوع من السرعة، يعني أنه يمكن لك دير عملية الآن من بنك لبنك ويمكن لها تبان من بنك لبنك، يعني تبان لك في نفس الوقت في نفس الظرف. أنا كنرجع للمبدأ العام، هو أنه العمل البنكي اللي هو عمل تجاري بالدرجة الأولى أنه كيتميز من خلال الأدبية التجارية إلى آخره بنوع من السرعة والائتمان، وبنفس الوقت ان الظرفيه الاقتصاديه والماليه بطبيعه الحال اللي هي اساسا بالنسبه للمغرب انها كترتبط بتحسين الوضع الاجتماعي ديال الناس، فبطبيعه الحال انها ملي كتسرع العمليات هنا كتحل مجموعه من الاشكالات ديال الناس. سي ان بروغري فريمون ارانج طول الموند، كلشي غادي يستافد. دونك الناس كانوا تيديروا هذاك لو فيرمون وكانوا تيصينوا 48 ساعة، دونك ما كانتش تتعاونهم في هذا الشيء. ودابا اللي داروا هذه القضية زوينة، حيت الناس بعدا تيقبضوا هذوك الفلوس دغيا، كساسوا دي زيتيديون، كساسوا لي بارون، كساسوا اللي كان بعدا تيقبض هذوك الفلوس دغيا. انا بانت لي مزيانه، لان مع التعامل دابا مع البنكات وهذاك فاش كيدوز لك مثلا فيرمون ولا هذاك يمكن لي انه كيتعطل حتى 48 ساعه على حساب البنكه، وتيكون عاوتاني تيكون لي فري هما تيكونوا شويه فاري اونتر 8 اي 18 درهم على حساب الوكاله. انا بانت لي مبادره مزيانه، نخليو السيوله شويه تحرك عاوتاني. الا خلصنا اكثر من داكشي اللي كنا كنخلصوا في فان سامبل فيرمون غادي تكون شويه القضيه بحال حيدتي من هنا وعطيتي لهنا، ولكن لو سيرفيس يحمد وبخير مزيانه. هاد المبادره هي مبادره حسنه ومزيانه، لان دابا العمليه على حساب اللي عرفت انا ما كتجاوزش ديك ال 20 ثانيه، ممكن ان الفلوس كيكونوا عندك. هادشي مزيان، لان كان التوجه ديال البنك المغرب من شحال هادي هو الرقمنه ديال التحويلات الماليه. دابا الابناك هي اللي غادي تحدد شحال غادي يبقى يقتطع، وداك الشيء كنظن بانه حتى مقارنه مع المده اللي غادي يدوز لك فيها مثلا السولد ديالك للحساب البنكي من وكاله بنكيه مختلفه، الا كان مثلا هذاك فهي مزيان، غادي تقتصد عليك الوقت، ما غاديش تبقى تسير 24 ساعه ولا 48 ساعه باش انه يوصلك، ماشي مشكل ديال الاقتطاع. حتى في البيع والشراء في بزاف ديال الحوايج بنادم كتعامل معاه بار بونك كتفيرسي ليه كيتسنى 48 ساعات باش يدخل ليه الفلوس، وخاصو خاص انت تاخذ برودوي يبقى هو شاك، تقدر تانيلي انت هذاك ديك لوبيراسيون تقدر تفيرسيها وتانيليها، كان فيها بزاف ديال الريسك. مي سيغ بلاس قبل ما تحرك انت هي كتشوف واش دخلت لك لو كونط ولا لا، دونك كتمشي مرتاح.